من خوف وخفرة ومنقرع. أنت في كلمة محمد واسمك صلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد قدوم مدرب جديد لتولي قيادة المنتخب المصري وتحقيق أول انتصار على النيجر بنتيجة 6-0، وده كان ضمن التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2019، يسعى الجهاز الفني لتأكيد جدارته باستحقاق القيادة من خلال مباراة سويسلاندا. أهلا بكم في كرة شراب، وفي الحلقة دي هنتكلم عن موعد مباراة مصر وسويسلاندا، وكمان هنتكلم عن القنوات الناقلة للمباراة. وقبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. يستعد المنتخب المصري لخوض المباراة الثالثة ضمن تصفيات الأمم الأفريقية واللي هيواجه فيها منتخب مصر ومنتخب سويسلاندا، وتقام المباراة يوم الجمعة المقبل، ويأتي ذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة من التصفيات. وتنطلق ضربة بداية لقاء مصر مع سويسلاندا على ملعب الإنتاج الحربي، وذلك يوم الجمعة الموافق 12 أكتوبر في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت مدينة القاهرة. ومن المنتظر أن يتم نقل مباراة مصر مع سويسلاندا مباشرة وحصريا عبر فضائية بين سبورتس 3 الرياضية، واللي هتكون بصوت المعلق محمد الكواليني. ويأتي ترتيب مجموعة مصر قبل انطلاق الجولة الثالثة كالتالي: في المركز الأول منتخب تونس واللي حصل على 6 نقاط، وفي المركز الثاني منتخب مصر وحصل على 3 نقاط، ويأتي في المركز الثالث سويسلاندا بنقطة واحدة، وكمان منتخب النيجر يحل في المركز الرابع والمركز الأخير بنقطة بس. هل يا ترى منتخب مصر يقدر يفوز في المباراة؟ وتفتكروا المباراة هتنتهي لصالح مين؟ اكتبوا لنا في التعليقات، ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير، والناس اللي اول مره تشوفنا عملنا سبسكرايب وفعلوا الجرس علشان توصل لكم فيديوهاتنا اول باول.